او الاجهزه الكهربائيه داخل قطار المترو حتى لا تتعرض للغرامه الثوريه وقدرها 15 جنيها. الوضع اللي احنا فيه لو انا وقفت قدام الفرش وما اشتريتش يمدوا ايده عليا وتطول عليا، لو انا ما اشتريتش عشان ما اشتريتش واخد حضرتك واخد سعادتك، دي بقى ما شغل الشرطه احنا ما لناش فيه طبعا سعادتك.